مساء الفل. الوصفة دي انا كنت بعملها بالطريقة التقليدية، لكن الجاتو للصراحة ما كانتش بتعجبني، لغاية ما في يوم قررت اغير طريقتي وجربت الطريقة دي، وعايزة اقول لكم ما كنتش متوقعة النتيجة تكون بالجمال ده. الطعم رائع، كمان الحشوة رهيبة وتنفع لاكلات كتيرة جدا. في الفيديو بتاعنا النهاردة انا عملت اكتر من طريقة جديدة كده هترضي كافة الاذواق. الاكلة بتاعتنا النهاردة فخمة ولذيذة جدا جدا للناس اصحاب الذوق العالي. قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى ادعموني بلايك وشير للفيديو. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الحمام الكذاب، لكن بفكره جديده جدا جدا. الحمام الكذاب احنا بنستخدم فيه اوراق الفراخ المخليه. انا بصراحه يعني المره دي ما كانش عندي وقت، فجبتها مخليه كده من عند اللي بتبيع الفراخ، لكن انا احيانا بخليها في البيت. الفكره الجديده كمان النهارده ان انا هستخدم صدور الفراخ. انا فتحت صدر الفرخه كده وبعدين جبت البلانشه وحطيته عليها وغطيته بكيس من اكياس الثلاجه وابتديت ادق عليه علشان الانسجه كده تتفتت ويستوي بسرعه، وكمان شكله يبقى متناسق كده ومتساوي، كله ما يبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه. بندق عليه بالراحه علشان اللحمه ما يتقطعش منك. تمام كده، بيكون مفرود بالشكل ده. دلوقتي هنعمل التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ. انا بشرت بصلاية متوسطة، ابشريها او ممكن تفرميها في الكبة عادي يعني، وبعدين ضفت عليها ملعقتين كبار من الطماطم البيوريه اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده في القناة، وبعدين هنضيف عليها فلفل اسود وكزبرة وبابريكا، وكمان هنضيف ملعقة من خلطة بهارات الفراخ، وهحط لكم اللينك بتاع الحاجات دي تحت الفيديو. كمان هنضيف ملعقة ونص من الزيت وعصرة نص ليمونة ونص ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، واعصروها بقى كويس الحاجات دي مع بعض كده واخلطوها، علشان عايزة اقول لكم التتبيلة دي رهيبة رهيبة رهيبة. ممكن تتبلي بيها اي فرخة هتشويها برضو، مش للوصفة دي وبس، تنفع لاي تتبيلة. ابتديت اتبل صدور الفراخ والاوراك، هتبلها في كل حته يعني جوه وبره وجوه كده القشره اللي هي في الفراخ دي يعني تحت الجلد، في كل حته لازم نتبلها كويس جدا جدا، لان التشريبه دي اللي هتشربها هتخلي ريحتها وطعمها مميز جدا جدا. التتبيله دي فعلا يعني رائعه. انا ابتديت اتبلها كلها كده لغايه ما خلصت كل التتبيله اللي انا عاملاها دي، وبعدين هجيب كيس من اكياس التلاجة قصيته بالمقص وهغطيهم كده وهركنهم على جنب لغاية ما هنعمل الحشوة. انا هنا قطعت يعني لو عندك بصي كبدة واحدة او اثنين او ثلاثة، اي عدد من الكبدة اللي هي كبدة الفراخ قطعيهم، بس قطع صغيرة جدا كده، وهاتي طاسة وحطي فيها ملعقتين سمنة، ولما تقدح السمنة بننزل بالكبدة علشان يديها صدمة وما تنزلش السوائل اللي فيها. بنفضل نقلبها كده بالراحة في السمنة. يسلم لو حتة سمنة بلدي يعني هتوديها في حتة تانية برضو. وبعدين علشان ريحة الكبدة تبقى حلوة برضو، انا ضفت ملعقة مليانة من البصل المفروم. انا فرمت بصلة تانية هاخد منها ملعقة واحدة بس، وباقي البصل هقولكم بعدين هنعمل فيها ايه. انا غسلت كوباية من الرز المصري وبعدين صفيتها من المية وبعدين ضفتها على الكبدة، وهنقلبهم كويس كده مع بعض لغاية ما الرز زي ما انتم شايفين كده تبقى يعني رزية رزية كده علشان يبقى مفلفل. وبعدين ضفت ميه مغليه، وبعدين هنضيف دلوقتي التوابل دي، خلطه السبع بهارات اللي احنا عاملينها مع بعض برضو، وهنضيف الملح حسب الرغبه طبعا، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض، وبعدين هغطيها واسيبها تستوي على نار هاديه جدا. عايزه اقول لكم الخلطه دي طعمها رائع جدا جدا. دلوقتي هجيب طبق وهضيف فيه الباقي البصله اللي احنا قلنا بشرناها من شويه، وعليها قد 3 ملاعق كده من الخضره. انا ضفت كزبره لاني بحب الكزبره، وملعقتين مليانين من الطماطم البيوريه، وكمان نص ملعقه من خلطه السبع بهارات وملح وفلفل، وممكن تضيفي كزبره لو حابه وبابريكا. وبعدين هنخلط الحاجات دي كويس مع بعض واعصريها كويس كده بايدك. البصل لما بنحطه مع التوابل يعني حاولوا تعصروه كويس كده، لان طعم البصل بيبقى مسكر جدا جدا ومختلف لما بنعصره كده مع باقي المكونات. الخلطة الجميلة دي كلها هضيفها على خلطة الرز بالكبدة. عايزة اقولكم بصوا الخلطة دي مهما وصفت لكم جمالها وطعمتها عامل ازاي، ممكن تعملي بيها كل حاجة. ممكن تحشي بيها الممبار او الفراخ او الحمام الكذاب او الحمام العادي او المحشي، اي حاجة تنفع بيها الحشوة دي. دلوقتي هنبتدي نحشيها. هنحشي الورك اللي هي المفصل اللي هو بيكون فاضي من جوه ده، اكبسوه كويس جدا بالرز، لان الرز ده يعتبر 3/4 التسوية يعني شبه مستوي كده، هو هياخد بس كام دقيقة كده وهيبقى زي الفل.
بنقفل عليه كويس جدا. اهم حاجة ان احنا بس بعد ما نحشيه لازم نقفل عليه كويس جدا جدا. وانا استخدمت النهاردة عيدان الخلة، يعني زمان كنا بنخيط بالابرة والخيط، لا خلاص احنا دلوقتي تطورنا فبقينا بنقفل بعيدان الخلة. لو مش عندك عيدان الخلة ممكن على فكرة تخيطيه بالابرة والفتلة عادي يعني. المهم ان احنا لازم نقفل كل الثقوب دي علشان الرز ما يخرجش منها، يعني ما تبلغوش في كمية الرز كتير قوي قوي يعني، علشان انا في واحدة فتحت مني على جنب فكده شكلها بقى تمام وزي الفل. خلصنا اول واحدة، دلوقتي هنشتغل في القطعة التانية اللي هي صدور الفراخ. هاخد الرز وهحطه في النص كده، وما تكتروش الرز لان اللي انا حطيته ده كان كتير، بس انا عرفت اعالج الموقف لان وانا بقفله كده ابتديت اخرج كل الزيادات. هنقفله زي ما اتفقنا بعيدان الخلة، ولو مش عندك ممكن تقفلي بابرة وخيط عادية، وما تقلقوش التقفيلة دي مش بتفك ولا اي حاجة. اهم حاجة ان احنا بس نقفل عليه، سواء حطيتي عودة واحدة او اربعة او خمسة او عشرة مش مهم، كل ده هيبقى سهل بعد ما يستوي ان هو هيطلع معاكي بكل سهولة ما تقلقيش، ومش بيتكسر خالص في التسوية على فكرة. بنقفل كويس جدا جدا، وزي ما اتفقنا الزيادات من الرز احنا بنخرجها. الوصفة شرحة نفسها وسهلة جدا جدا، انا بس حبيت انظف حواليا كده علشان المنظر برضو يبقى جميل وانتوا بتشوفوه. خلاص كده هنقفلها برضو فوق وتحت علشان برضو ما تطلعش الرز واحنا بنسويها. تمام كده زي الفل، بصوا بقى شكلها حلو. ودي التانية خلاص انا حشيتها وقفلتها برضو، فبقوا التلاتة كده تمام وزي الفل. دلوقتي انا هستخدم في التسوية الاكياس الحرارية، ده كيس بتشتروه من عند اللي بيبيع المنظفات، انا مش عارفة ايه علاقته بيهم بس هو بيتباع عندهم. الكيس الواحد يعني العلبة بيبقى فيها 5 اكياس، والعلبة دي مش غالية، تقريبا ب6 جنيه او 7 جنيه يعني مش فاكرة، بس هي مش اغلى من كده. وبيكون معاها العيدان اللي هي بتقفل الكيس، هحط فيه الحمام الكذاب وبعدين مش هضيق عليهم القفلة، هروح في اخر الكيس كده علشان اسيب مسافة وهقفل عليه كويس جدا، هو معاه القفل بتاعه ده. وبعدين جبت صينية اي صينية عندك ورصيتهم فيها وخلاص كده بقى زي الفل. حشوة بتاعتي اللي انا عملتها النهاردة فضل منها كتير، فانا يعني قلت حرام طبعا تترمي لان الحشوة دي ممتازة. جبت شوية كوسة وقورتهم وحطيتهم برضو في كيس حراري وحطيته في صينية ودخلتهم الفرن. بنسويه ازاي بقى؟ على فرن عالية على درجة حرارة 200 في الرف، اعلى رف في الفرن علشان ما يتلسعش من تحت. بيقعد معايا في الفرن حوالي ساعة بالظبط، هيطلع مستوي ودايب زي الفل. لما بيخرج من الفرن بيكون الكيس مكبوس كده ومليان بالهواء، علشان اصلا هو بيستوي على بخار المية، فبتكون التسوية بتاعته صحية وجميلة جدا جدا. كمان الاكياس دي بصراحة اختراع عبقري جدا جدا، ما بتوسخيش مواعين كتيرة، ما بتقعديش تحمري وتسلقي وتقلي، لا كله بيتعمل في خطوة واحدة بس. شايفين اللون الجميل ده؟ انا ولا ولعت شواية ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. كمان نقطة مهمة حابة الفت نظركم ليها، لما تخرجوا من الفرن استنوا ما تفتحوش الكيس اول ما يخرج من الفرن، استنوا عليه 5 دقايق علشان لو فتحتيه وهو خارج من الفرن بيبقى مكتوم فيه الهواء، فممكن يطلع على ايديكي بعد الشر ويلسوعك، فاستنوا شويه وبعدين اعملوا فيه فتحات ببوز السكينه كده وبعدين ابقوا افتحوا الكيس. طعمه وريحته حاجه رهيبه جدا جدا. لو مش عايزه تستخدمي الاكياس الحراريه او مش متوفره عندك عادي، هنرصهم في صينيه عاديه ونغطيها بورق الزبده وبعدين بورق الفويل نقفل عليها، وهتستوي الفراخ او المحشي على البخار لان الفراخ بتنزل كمية مية منها، فمش محتاجة انك تزوديها مية ولا اي حاجة. وبعدين اكشفي الغطا ولها عليها الشواية علشان تاخد لون، لكن احنا عملناها كلها كده في خطوة واحدة من الاول للاخر، وبجد بجد وصفة تستحق التجربة عن جدارة. طعمها رائع، احلى بكتير قوي من الوصفة التقليدية القديمة اللي كنا بنسلق الحمام الكذاب وبعدين نحمره. ان جيتوا للصراحة انا ما كانش بيعجبني اطلاق ولا كان بيعجب اي حد في البيت، لكن الطريقة دي والحشوة دي حاجة كده من الاخر. بجد بجد بتمنى تجربوها، هتدعولي فعلا فعلا عليها. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.